مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج رحلة في الذاكرة. اليوم نتابع الحديث مع رئيس البعثة التفقدية عن أسلحة الدمار الشامل في العراق سابقا سكوت ريتر. مستر ريتر، سيد ريتر، مرحبا بكم من جديد. أهلا بكم. حدثونا من فضلكم عن الحادثة التي جرت في وزارة الزراعة العراقية صيف عام 92، ما الذي جرى؟ القضية أننا تلقينا في ذلك الحين معلومات استخبارية من الحكومة البريطانية بأن الوثائق التي نبحث عنها حول وجود برنامج لصنع أسلحة كيميائية موجودة في وزارة الزراعة العراقية. أود الإشارة هنا إلى أننا لم نعد نثق بالعراقيين، ووجود وثائق في مكان كهذا لم يكن يثير الاستغراب أبدا. وقد أكدت المعلومات الاستخبارية أن مكتبة كاملة لوثائق سرية كهذه موجودة وتقع فعلا في وزارة الزراعة. وقد قمنا بتنظيم حملة تفتيش مفاجئة، توجهنا إلى هناك واقتربنا من المبنى، لكن العراقيين لم يسمحوا لنا بالدخول. عندئذ طوقنا المبنى لنكون على ثقة بأنهم لن يخرجوا الوثائق من هناك. كانت تلك عملية أشبه بصيد السمك، قد لا تدري حجم السمكة التي ستصطادها، وتلك كانت سمكة ضخمة حقا. كنتم على ثقة مطلقة بأن الوثائق موجودة في الداخل؟ بالتأكيد لا يمكن أبدا أن يكون المرء على ثقة تامة. كانت المعلومات تبدو واقعية جدا، وأكد سلوك العراقيين أنفسهم المثير للريبة وجود شيء ليس على ما يرام. كانوا يقولون في غضون ذلك إن التفتيش في هذا المبنى يمس سيادتهم، لكن ذلك كان حجة ضعيفة، لأنه من وجهة النظر القانونية كان عليهم في الواقع أن يسمحوا لنا بالدخول إلى أي مكان نريد. إلى أي مكان نريد دون استثناء. لكننا لم نكن نريد أبدا الإساءة إلى العراقيين، لذلك قلنا لهم حين ذاك نحن لا نفعل هذا أبدا للإساءة إليكم. لقد طوقنا هذا المبنى لأننا نشك في كونه مؤسسة زراعية بحتة. وفحوى الأمر أن الاستخبارات زودتني قبل ذلك بوصف مسهب لهذا المبنى، وما رأيناه في هذا التقرير أثار الذهول بكل معنى الكلمة. قلت لنفسي حين ذاك يا لها من وزارة الزراعة. وهكذا طوقنا حرم الوزارة وبدأنا نتباحث مع السلطات العراقية، وفجأة اندلعت مظاهرات حاشدة تندد بنا وبوجودنا إلى جوار المبنى، وبعد فترة وجدنا أننا بدأنا نتعرض لخطر حقيقي. جميعهم كانوا مدنيين؟ نعم على الأرجح. كانوا منظمين؟ حسنا. أم أنه من الصعب القول؟ كلا، كان كل شيء واضحا جدا. حينما كنا نطوق البناية توفرت لدينا إمكانية تلقي معلومات عما يجري حولنا. كان لدى لجنة التفتيش مركز مراقبة على سطح فندق فلسطين الواقع على مقربة منا، ومن هناك أبلغونا عن باصات تأتي وتصطف لتحمل الركاب ثم تتحرك نحونا، وأبلغونا أيضا أنهم يقدمون للناس أكاس من البيض والطماطم الفاسد إضافة إلى اليافطات، ثم يصطف المتظاهرون ويتحركون صوب الوزارة. ولعل السلطات العراقية قالت أن الوضع خرج عن سيطرتها. نعم، لكن المظاهرة بدأت تكتسب بعد ذلك طبعا إلى درجة أننا أرغمنا على فك الطوق عن وزارة الزراعة ومغادرة المكان. بالمناسبة، بعد فترة من الزمن اعترف العراقيون بأن الوثائق السرية كانت فعلا هناك، وما إن ذهبنا حتى أخرجوا الوثائق المخبأة وذهبوا بها إلى مكان آخر. ولكن لماذا غادرتم المكان؟ لماذا لم تستمروا في تطويق المبنى؟ القضية أن مفتشي الأمم المتحدة ليسوا جنودا. نحن لم نرسل إلى العراق لنتعرض لخطر الاعتداء والقتل. من المفترض أن تقوم عملية التفتيش على تعاون وثيق مع الجانب العراقي. إذن ما إن تكتسب العملية طابعا يهدد حياة أو أمن المفتشين تنتهي المهمة، وهذا كل ما في الأمر. ولكن ألم تطلبوا من الأمم المتحدة مثلا أن تزودكم بمرافقة عسكرية تقوم على حمايتكم؟ وكم كان علينا أن نطلب؟ كم من مشاة البحرية كنا سنحتاج؟ فرقة؟ فصيل؟ لنفترض سيأتي 16 عسكريا من مشاة البحرية لحمايتنا. حسنا، هذا ممتاز، أمر جيد، ولكن يبقى هذا قليلا. هذه حماقة. فإذا وضع العراقيون في المقابل 100 جندي، فهل نطلب 200 من مشاة البحرية؟ وإذا جاءوا بالمزيد، أوليس من الأسهل أن نحتل البلد بأسرع ونستريح من وجع الدماغ هذا؟ عليك أن تفهم أمرا بسيطا هنا. ما إن يبدأ الحديث عن استخدام القوة في إطار عملية التفتيش حتى تنتهي العملية. لا يستطيع المفتشون العمل إلا إذا اتفق كلا الطرفين على التعاون
في ظروف سلمية وبكل نفس راضية. لقد أعلن العراق أنه سيتقيد بالقرار رقم 687 بكل حذافيره، وأتينا للعراق لتنفيذه لا لإرغام العراقيين على تنفيذه، وكان من المفترض أنهم سيتعاونون معنا. قلت للجنرالات العراقيين حينها: لقد خطوا المعركة ضدكم منذ فترة وقد أدبناكم تأديبا قاسيا حينها، ولا أريد أن أفعل هذا ثانية. لست مجرد مفتش، إنني من مشاة البحرية الأمريكيين، من أولئك الذين أدبوكم يوما. هل تريدون أن يتكرر ذلك؟ إنني الآن هنا لأضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وإذا رفضتم أن تلتزموا وتتعاونوا كما ينبغي فسأذهب، وسيأتي أصدقائي من المارينز، وحينها سترون نجوم الظهر مرة أخرى. هكذا هو الاتفاق. دعونا إذن لا نتكلم عن نجوم الظهر، بل عن كيفية تنفيذ قرارات مجلس الأمن وحل مشاكلنا في التعاون معكم. تعالوا ننزع السلاح ونرفع العقوبات ونمكن الشعب العراقي من العودة إلى حياة سلمية آمنة. أتدري؟ من سخرية القدر أن العراق وافق على هذه الشروط في نهاية المطاف وقال للجنرالات: حسناً فلنفعل ذلك. أما الولايات المتحدة فهي التي لم تشأ أن يحدث هذا التعاون، بالإضافة لأنها لم تشأ أن تحارب من جديد. كانت تريد التخلص من صدام حسين فقط عن طريق افتعال انقلاب من طرف أحد جنرالاته كما ذكرت. أما ما لم تفهمه واشنطن فهو أنه كلما ازداد ضغط الولايات المتحدة على الشعب العراقي بالعقوبات اكتسب صدام حسين المزيد من الشرعية في أعين شعبه. ابن الحرب كان صدام في وضع متارجح فعلا، لكن حينما أخذت العقوبات الاقتصادية تضر بالشعب العراقي مكناه بذلك ليقول: وما ذنبي أنا؟ أمريكا هي السبب في كل شيء، والأمم المتحدة مذنبة في معاناتكم. وكلما كانت تزداد معاناة الشعب العراقي كان صدام يزداد قوة. نعم، ولكن بالعودة إلى موضوع التفتيش، يعني ألم تكن مضيعة للوقت بالنسبة لكم؟ إذ كلما رفض الجانب العراقي السماح لكم بإجراء التفتيش في مكان ما، ترتب عليكم اللجوء إلى الوعيد والاتصال بالمسؤولين في الأمم المتحدة والطلب منهم بالضغط على الحكومة العراقية في الوقت الذي يقوم العراقيون فيه بإعادة توزيع الملفات السرية في أماكن أخرى، وهكذا إلى ما لا نهاية، أليس كذلك؟ نعم، هذا صحيح تماما. لهذا كنا دائما نغير قواعد اللعبة بعض الشيء. وفي تلك الحالة لجأتم إلى تغيير قواعد اللعبة؟ نعم بالطبع. إليكم كيف؟ كنا قبل القدوم إلى الموقع نطلق طائرة تجسس فتحلق فوق الموقع وتلتقط عددا كبيرا من الصور لتتشكل لدينا قاعدة بيانات. كان العراقيون مثلا يعرفون أنني أهتم بهذا الموقع أو ذاك، وكانت مخابراتنا تصور هذا الموقع على مدى 6 أشهر لمعرفة كل التغيرات التي تجري حوله. وفي اللحظة التي كنت أتوجه فيها إلى الموقع كانت تحلق فوق المكان الذي آتي إليه طائرات التجسس وتلتقط صورا تبين على الفور أي تغيرات تجري في هذا المكان، أي أننا كنا نستبق تحايل العراقيين علينا وننشئ نموذجا استخباريا لنفهم ما يجري في الواقع. كان عندي أيضا فريق على الأرض يلتقط مكالمات اللاسلك المشفرة. لم يكن لدينا الشفرات، لذلك اعتمدنا على ردود الفعل فقط. ففي الأيام العادية كان كل شيء هادئا في الأثير، لكن في أيام التفتيش كان يظهر فجأة نشاط على موجاته. كنا ننظر ما هو الاتجاه الذي نتحرك به والذي يثير التوترات في الأثير. بهذا الشكل كنا نعرف أننا نتجه في الاتجاه الصحيح. بالمناسبة، هل كان هناك الكثير من العراقيين الذين كانوا يتعاونون معكم ويعملون ربما مخبرين لديكم؟ لا، لم يكونوا كثيرين. لم نكن مخولين من الأمم المتحدة لنقوم بتجنيد العراقيين، كنا نحثهم على التعاون فقط. ولكن سيد ريتر، يعني لو تقدم عراقي مثلا لمساعدتكم وعرض عليكم التعاون، يعني حتى ربما لو كان لقاء أجر معين، هل كنتم ترفضون التعامل معه؟ نحن كممثلين للأمم المتحدة لم نفعل هذا. وكالة المخابرات المركزية كانت ولا تزال تفعل هذا وغيرها. نعم، ولكن يعني الأمم المتحدة طبعا، يعني المخابرات الأمريكية كانت تحصل على المعلومات من العراقيين وتقدم لكم هذه المعلومات، أليس كذلك؟ نعم، وهذا ما فعلته في الغالب. وهل كان ثمة الكثير من العراقيين ممن وافق على تقديم المعلومات؟ لا أستطيع أن أقول إنهم كثيرون. هل كانت هذه المعلومات يعني ذات قيمة كبيرة بالنسبة لكم؟ نعم، بل وذات قيمة استثنائية في بعض الأحيان.
كان ذلك في الغالب يرجع إلى دوافع سياسية. مثلا هاجر أحد العراقيين إلى بلد أوروبي، وفي اللحظة التي طلب فيها اللجوء السياسي طلب منه ناس من منظومة الأمن الأوروبي أن يحدثهم عن عمله، فأخبرهم أنه كان من العاملين في مركز يعكف على صناعة الصواريخ الباليستية، الأمر الذي أثار الاهتمام. فبعد أن ساعده الأوروبيون في الخروج من العراق وصاروا يتعاونون معه في مسألة الصواريخ، توجه إلي أفراد من حكومة ذلك البلد الأوروبي وسألوا عما إذا كنت أهتم عموما بهذا الشخص. بالطبع ذهبت إلى ذلك البلد لأتحدث معه وأطرح عليه بضعة أسئلة وأتلقى منه بعض المعلومات. طبيعي أنني استخدمت هذه المعلومات لاحقا في القيام بأعمال التفتيش، لكني في كل الأحوال لم أدفع شيئا إلى هذا الشخص ولم أكن مسؤولا عنه. تلك الدولة العضو في الأمم المتحدة هي التي كانت المسؤولة عنه. إليك مثالا آخر من الولايات المتحدة، حينما فر حسين كامل من العراق غادر البلاد ومعه أحد أبناء عمومته، وقد استجوبت شخصيا غير مرة، فزودني بمعلومات مثيرة عن مكان وكيفية إخفاء العراقيين للأسلحة، ومكنتنا بعض هذه المعلومات من تفتيش أماكن محددة باستخدام رادار خاص. فقد اكتشفنا مثلا تحت إحدى الفيلات المهجورة على عمق كبير عناصر صواريخ باليستية، وهذا كان يطابق ما حدثنا به ابن عم حسين كامل. كانت تلك معلومات استخبارية مهمة. هل حصلتم على معلومات هامة من حسين كامل؟ كان حسين كامل عموما شخصا مهما جدا بالنسبة إلينا. لم أخذ معه الأحاديث شخصيا، لكن رولف إيكيوس ونيكيتا سميدوفيتش وغيرهما من اختصاصي اللجنة كانوا يستجوبون. كان روسيا نيكيتا سميدوفيتش هذا؟ نعم، كان واحدا من أفضل المفتشين الذين كانوا يعملون في الأمم المتحدة. إليكم ما قاله حسين كامل له. أولا قال إن الأسلحة كلها تم تدميرها ولم يبق منها شيء. الأمر الثاني والأهم هو أن كل ما بقي مخبأً يتم إخفاؤه من قبل أفراد من الحرس الشخصي لصدام حسين. كان ذلك مثيراً للاهتمام جداً، لأن كلامه أظهر من جهة أننا نجحنا في مهمتنا، حيث قال حسين كامل: لقد أنديتم مهمكم بنجاح منقطع النظير، لأنكم سعيتم إلى هذا بإصرار وأرغمتم العراقيين على إتلاف الأسلحة التي كنتم تبحثون عنها. من جهة أخرى قدم لنا حسين كامل معلومات مهمة كنا نحتاج إليها، وقد بدأنا التركيز بعد ذلك على مراقبة هيئة الأمن الخاصة لصدام حسين، أي أن فرار حسين كامل جعلنا نغير قوانين اللعبة كليا، ولولا فراره لما تسنى لنا إنجاز عملنا بالشكل الذي قمنا به. الجانب الآخر لفراره هو أنه شكل تهديدا للولايات المتحدة أكثر من أي شيء آخر، فقد كذبت الولايات المتحدة كما تعرف بخصوص هربه. قالت إن حسين كامل اعترف واقعيا بوجود برنامج واسع لأسلحة الدمار الشامل يتم إخفاؤه، ولكن لم يكن ذلك ما قاله كامل. قال إنه كانت هناك أسلحة ومشاريع لصنع الأسلحة لكنها أتلفت الآن ولم يبق منها شيء. يعني استخدم هرب حسين كامل لتمديد العقوبات. صحيح تماما. كانوا يقولون لكم نحن بحاجة إلى المزيد من العقوبات. صحيح تماما. وهذا كل ما نريده، أليس كذلك؟ صحيح. بالمناسبة كان العراقيون يعرفون عن تعاونكم مع إسرائيل، أليس كذلك؟ وكان من المتوقع أن يقولوا لكم هذا لا يجوز، أنت تتعاون مع أعدائنا مع الإسرائيليين ولعلك تزودهم بالمعلومات، وطالما أنك تتعاون معهم فسنتوقف عن التعامل معك. هنا كانت دائما مخاطرة معينة. كنا نحتفظ بسر صلاتنا بإسرائيل، لم نتحدث عن هذا في يوم من الأيام. كانت زياراتي لإسرائيل دوما سرية للغاية. ولم تعرف المخابرات العراقية شيئا؟ لا أعرف ما كانت المخابرات العراقية تعرفه وما لا تعرفه. كنا في غاية الحذر، حتى في الأمم المتحدة لم يعرف هذا إلا القليلون. بضعة أشخاص فقط كانوا على اطلاع بأنني أتردد دائما إلى إسرائيل وأعمل مع الإسرائيليين. ولكن لم تلاحظوا أن تعاون العراقيين معكم قد ضعف ربما بعد زياراتكم لإسرائيل؟ على الإطلاق، في تلك المرحلة بدأ العراقيون يظهرون تعاونا كاملا ومطلقا معنا. كانوا يتقيدون تماما بقرارات مجلس الأمن. من وجهة النظر التكتيكية منذ عام 1996 لا يمكن القول إنهم لم يتقيدوا بالقرارات الدولية. كنا نذهب إلى المصانع والمواقع المسجلة في قوائمنا، فكان العراقيون ينفذون كل ما يترتب عليهم. فقط في حالات العمل مع هيئة الأمن التابعة للرئيس لم يتعاونوا معنا في بادئ الأمر، لأنهم كانوا يشعرون بأن المقصود من ذلك هو استهداف زعيمهم.
على سبيل المثال في مارس عام 98 على وجه التحديد قمت بأعمال تفتيشية في وزارة الدفاع العراقية. قبل ذلك بأمد قصير أعلن طارق عزيز لرئيس الهيئة التفتيشية ريتشارد باتلر أن أي محاولة لتفتيش مبنى وزارة الدفاع تعني إعلان الحرب وأن العراقيين لن يسمحوا بهذا أبدا. بغض النظر عن ذلك ذهب فريقي إلى الوزارة فسألنا عامر رشيد الذي كان في ذلك الحين وزيرا للنفط وكان قبل ذلك مسؤولا عن مسائل الدفاع: ماذا تفعلون؟ هل تريدون الحرب؟ أجبته: كلا، أنا مجرد مفتش، ولكن أود أن أخبركم بأن مادلين أولبريت في باريس الآن وهي تنتظر اتصالا هاتفيا منا لتبدأ القصف في حال رفضكم السماح لنا بالدخول إلى وزارة الدفاع. قلت له: تعالوا نفعل كل ما في وسعنا لنحول معا دون حدوث ذلك، دعوني أدخل. فكان الرد: لا نستطيع. فقلت: إذن أنت من يبدأ الحرب. بهذه اللهجة خضنا الحديث إلى أن قلت لعامر رشيد: اسمعني، يجب أن تصدقني، فأنت تعرفني، لقد قمت بعمليات تفشيش كهذه في السابق أيضا، دعني أدخل وأعدك بأن فريقي سيتصرف بكل لباقة، واتركها على مسؤوليتي الشخصية، أنا المعني قبل الجميع في أن يكون كل شيء على ما يرام، صدقني. وإذا كانت عندكم أقسام في الوزارة ذات أهمية خاصة فسأدخلها بمفردي، سترافقني إلى هناك بنفسك وتشرح لي أين تكمن الخصوصية، وإذا اقتنعت بحججك خرجت على الفور ولن يرى أحد هذه الغرفة بعدي. واتفقنا على هذا الإجراء. وبعد جولة قصيرة قل: يكفي، كل شيء على ما يرام، لا حاجة إلى المزيد. ثم استدرنا وذهبنا، وبعد أن انتهينا من عملنا دعانا عامر رشيد لتناول الغداء مع رئيس الأركان العامة ونائب وزير الدفاع وغيرهما من القيادات العسكرية الرفيعة، وحيث قضينا عموما وقتا ممتعا. وإذا بعامر رشيد يتوجه إلي فجأة بالسؤال: هل حقا تعمل مع الإسرائيليين؟ أجبت: نعم، أنا أتردد كثيرا على إسرائيل. ثم رمقني بنظرة طويلة وقال: وكيف تسير الأمور معهم؟ هل هذا مفيد بالنسبة لك؟ أجبت: جدا، إنهم يزودوننا بمعلومات مهمة عنكم. كان الحديث يترجم لكل الجالسين وهم يهزون رؤوسهم بالإيجاب، ثم قال: نحن على علم بذلك، جيد أنك قلت لنا الحقيقة. ولكن كيف يقبل القادة العراقيين بأن يكونوا مخترقين تماما وبأن يصبح بلدهم في منتهى الشفافية بالنسبة إلى إسرائيل؟ كنت تشاطر الإسرائيليين المعلومات عن جميع المنشآت العسكرية العراقية، يعني إسرائيل كانت تعرف عمليا كل شيء عن المواقع الاستراتيجية للعراق. هذا سؤال سياسي بالنسبة لنا ولا يرتبط بمهمتنا في نزع كل أسلحة الدمار الشامل العراقية. سأعطيك مثالا محددا الآن. فتشنا في أحد الأيام مقر المخابرات العراقية وموقع لا يوجد أكثر حساسية منه. كانت عندهم حينها إدارتان، واحدة تسمى ميم 4 وكانت مسؤولة عن العملية الخاصة، أما الإدارة الأخرى وهي ميم 5 فكانت مسؤولة عن مكافحة التجسس. وكانت الإدارتان محط اهتمامنا الشديد لأن القسم ميم 4 كان مرتبطا بعملائه وفروعه في الخارج التي كانت تسعى للحصول على التكنولوجيات السرية وسرقتها، وهذا يخالف العقوبات السارية حول أسلحة الدمار الشامل العراقية. أما القسم ميم 5 الخاص بمكافحة التجسس فكان يتجسس على مفتشي الأمم المتحدة. كنت بالمناسبة أقول لهم دائما: توقفوا عن التجسس على المفتشين، إذا عرفت أنكم تتجسسون علي وتحاولون معرفة إلى أين أذهب وإلى آخره فيمكن أن أشك بغرضكم من ذلك، إذا حاولتم معرفة إلى أين سأذهب فهذا معناه أن عندكم ما تخفونه عني، لا تخيفوا المفتشين، اتركوهم يعملون بهدوء. وهكذا ردا على تجسسهم علينا قررنا تفتيش الموقع لمعرفة ما لديهم من المعلومات عنا. دخلنا القسم ميم 5 مع رئيسه عمر السعدي على ما أذكر، وكان يردد طوال الوقت: لماذا أنتم هنا؟ ماذا تريدون؟ وكنت أجيبه: ليس هذا من شأنك، عليك أن تفتح الغرف والمكاتب فقط، سأدخل هناك وأفعل ما ينبغي وأخرج. فأجابني: كلا. عندئذ أخذت أشرح له وقلت له: اسمعني جيدا، إما أن تفعل ما أقوله لك وإما أن أفكك المكان حجرا حجرا، تمتم بشيء ما. فقلت: اذهب إلى الجحيم. أخذت أدخل كل غرفة وأسحب بصورة استعراضية كل الوثائق على التوالي، وثيقة تلو الأخرى. ولكن لم تكن تلك إهانة مقصودة من جانبكم؟ ولكنه كان البادئ بإهانتي، لقد أهانني برفض التعاون معي. قلت له بعدها: إما أن تأخذني إلى حيث أريد وإما أن أستمر بالأمر نفسه وأقلب كل شيء رأسا على عقب.
عندئذ أبعد عمر السعدي موظفيه جانبا ثم عاد وطفت معه كل الغرف ذات الاهتمام بالنسبة لي، وإلى أني كنت أعرف تماما ما أبحث عنه بالذات. لهذا كنت أقول أريد هذا المصنف وهذا وذاك، كنت أفتحها وأرى مثلا ملفا لحسابات الفندق فأسأله لماذا تتعقبون المفتشين في هذا الفندق؟ يقول لا كلا، فأقول نعم انظر. سألني كيف عرفت بوجود هذا المصنف هنا؟ أجبته ليس هذا شأنك، أنا أعرف ما أعرف، والأفضل أن تقول لي لماذا فعلتم هذا. باختصار ذهبنا بعد ذلك للإدارة ميم 4 التي كانت أكثر حساسية وفعلنا الشيء نفسه. بالمناسبة هناك بالذات في ميم 4 حصلنا على ما يؤكد أننا كنا مخطئين. لم يكن العراقيون في الواقع ينون أن يفعلوا ما كنا نظن مسبقا أنهم يفعلون، أي أن تحقيقاتنا كانت في مصلحة العراقيين. لقد كنا في نهاية المطاف مفتشين شرفاء أدينا عملنا الذي كان في غاية الدقة. إليكم إذا أردتم أن تعرفوا أسطع مثال على مدى انفتاحهم، كان عندهم شبكة اتصال تسمى مارك 14 على ما أذكر، وهي منظومة إريكسون السويدية التي كان يستخدمها الرئيس نفسه للاتصال. كانت مشفرة بالطبع، وقد قال لنا الإسرائيليون في حينه إن جهاز الأمن الخاص بصدام حسين يستخدم منظومة مارك 14 لتنسيق عمليات نقل أسلحة الدمار الشامل من مكان إلى آخر. ومن خلال التقاطنا لهذه المنظومة تمكننا من سماع مكالمات هيئة أمن صدام حسين، ولكن كل المكالمات كانت مشفرة، كنا نستطيع التقاطها عبر قناتين. كان في وسعنا القيام بما يسمى تحليل الترافيك، أي النظر إلى كيفية تصرف جهاز أمن صدام حسين في لحظة انطلاقنا إلى مكان معين للتفتيش. كانت العملية أشبه بالتجارب المخبرية، تخز موضعا معينا من جسد الضفدعة وتنظر أين تتم ردة الفعل، وذلك لمعرفة عمل الجهاز العصبي لديها. ووفق مبدأ تتبع رد الفعل هذا كنا نرتب زيارات التفتيش. كان هذا يجعل العراقيين في حيرة، طبعا لم يكونوا يستطيعون فهم ما يحدث. في الواقع لم أكن أتوجه إلى مكان ما للبحث عن أسلحة الدمار الشامل، كنت آتي إلى مكان لا على التعيين وأراقب ردود أفعال عليهم على التحرك في هذا الاتجاه أو ذاك. على هذا النحو تكونت عندنا فكرة واضحة لكيفية عمل منظومة الاتصال عندهم. كان ذلك يسمح لنا بالتوجه إلى المكان اللازم. لم أكن أعرف عما كانوا يتحدثون فيما بينهم عند التقاطنا لمكالماتهم، لكنني كنت أرى أي تأثير كبير يحدثه اتجاهي إلى مكان معين. بعد هذا فقط كنا نركز على هذا الاتجاه وندرس التسجيل بالتفصيل. ربما تسألني ومن الذي ساعدكم على فك المكالمات المشفرة ومن كانت عنده هذه الإمكانية؟ حسنا، في البداية توجهنا بطلب فك الشفرة إلى CIA في الولايات المتحدة، حتى أننا سلمناهم تسجيلا لكل المكالمات التي التقطناها. أتعرف ماذا فعلوا؟ وعدونا بأن يفكوا كل الرموز، لكنهم لم يقدموا لنا شيئا، احتفظوا بها لأنفسهم. ولكن لماذا؟ لأن ذلك كان ذا قيمة فائقة بالنسبة لهم. كانت تلك المعلومات الخاصة بمكالمات بين عناصر من الأمن الشخصي لصدام حسين تشكل كنزا بالنسبة لهم. على هذا النحو خدعتنا وكالة المخابرات المركزية لبلدي. أتعرف من أقدم على مساعدتنا في نهاية المطاف؟ إسرائيل. أعطتنا كل الشفرات. تلقى الاختصاصيون الإسرائيليون مادة خام ففكوا لنا الشفرات وأعطونا الرموز. ينبغي القول هنا إنه منذ ذلك الحين أصبح في وسع إسرائيل أن تستخدم هذه المادة لتصفية صدام حسين بكل بساطة لو أرادت. لكن إسرائيل كانت تدرك أن مساعدة لجنة تفتيش الأمم المتحدة على تصفية أسلحة الدمار الشامل في تلك اللحظة أهم بكثير من القضاء على صدام حسين. قد تطرحون علي سؤالا في محله تماما، كيف يحق لمفتش الأمم المتحدة أن يقدم لإسرائيل معلومات حساسة كهذه؟ هنا ينبغي أن أعود إلى حيث بدأت وأعني أن العراقيين كذبوا علينا منذ البداية في صدد مشاركة هيئة أمن صدام حسين في إخفاء أسلحة الدمار الشامل. وباللجوء إلى هذه الأساليب بالذات جعلنا العراقيين يعترفون بذلك. وهل تعلمون ما حدث في نهاية المطاف؟ أصبح العراقيون مرغمين على قول الحقيقة. حسنا، إذا سيد ريتر لنتوقف هنا ونتابع الأسبوع القادم. شكرا لكم. حسنا، بكل سرور. أعزائي المشاهدين، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. نتابع الحديث الأسبوع القادم مع السيد سكوت ريتر رئيس البعثة التفقدية عن أسلحة الدمار الشامل في العراق سابقا. فحتى ذلك الحين ها هو خالد رشدي يحييكم من مدينة ألباني الأمريكية. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
أما الذي لم تكن CIA تعرفه فهو كون العراقيين قد كشفوا مخططاتها لاغتيال صدام حسين، وأنهم يستخدمون عمليات التفتيش التي نقوم بها كغطاء لتدبير الاغتيال. لقد أدركوا في CIA أننا نقوم بعملهم أفضل منهم، ومنذ تلك اللحظة لم يعد الهدف الرئيسي للCIA هو تجريد العراق من الأسلحة، بل تدميرنا والقضاء علينا كلياً.